الفخار. الماء والطين والحرارة هي عناصر شكلتها الحضارة البشرية منذ القدم في صناعة الخزف، حيث أنها ولدت من رحم الصدفة. كيراموس ينسب للحضارة الإغريقية منذ القدم، حيث أنه كان يطلق على الآنية الخزفية كيرامون، ومنها كيراميس عكس كلمة السيراميك. والآن أصبح كيراموس علامة تجارية لإنتاج وتدريب فنون الخزف والسيراميك، بداية من عجن الطين وتشكيله على عجلة الخزف والحفر عليه بأساليب وطرق مختلفة، ثم تلوينه بالمواد المزججة وحرقه في الأفران المخصصة. رؤيتنا ورسالتنا في كيراموس إنه نسهم في الوصول بفن الخزف والسيراميك السعودي للعالمية. واو، طبعا جميل جدا شفناه في التقرير، ولكن كل اللي بنحتاجه هو الطين والحرارة والكثير من الخيال على هي الأدوات اللي تحديدا استخدمتها مروج الشاطري لتصنع منها نماذج فنية وفي غاية الإبداع مثل شفناها في التقرير، وأيضا مثل موجودة معنا هنا بالاستوديو. شكليا تبان للناس انها جدا سهله وحرفه جدا بسيطه، ولكن حرفه قديمه عتيقه لها تاريخ ولها ثقافه عاليه، ولكن يحتاج لها زي ما ذكرت لميا حراره وطين، ولكن كثير من الخيال وكثير من الاحترافيه في العمل. هذه يحتاج لها قوه، يحتاج لها انسيابيه، يحتاج لها كثير من الامور. حنعرف اكثر مع مروج الشاطري اللي بنفسها بتعمل هذا العمل. حياك الله معنا في ساعات شباب. اهلين فيكم، وتشرفت اليوم باستضافتي في البرنامج معكم. اي فنون تحسسنا كده نهدى ونروق نكون هادين ونعيش. طيب خليني اسالك بدايه، بما انه يعني ما عندنا صناعه كثيره للخزفيات في المملكه العربيه السعوديه، وانت اول استوديو، كيف تقييمك للسوق بشكل عام والمصادر اللي جاية؟ هو لو إحنا مثلا رجعنا مو بس حاليا أو مو بس عندنا إحنا مثلا هنا في المملكة العربية السعودية، خلينا نتكلم عن الدول العربية ككل. فن الخزف يمكن هو بدأ مع الإنسان البدائي، الفخار والأشياء بدأت مع الإنسان البدائي، ولكن مع التطور والأشياء اللي الصناعة الصينية والأشياء هذه، الناس صارت خلاص تخلت عن دي الاشياء لصعوبتها، بالذات زي فن الخزف، وصارت يعني بتستورد اكثر ما انها هي بتصنع. صحيح. يس. فهو يعني انت مثلا لو نزلت في اي مكان في اي ايفنت او في اي فعاليه تسال الناس، بيعرفوا ان هم بيشربوا في الكوب بس ما يعرفوا الكوب هذا كيف جاء. فعندنا الثقافه يعني مو قليلة، يمكن نقدر نقول عنها يمكن معدومة في بعض المناطق موجودة، بس موجودة. صحيح. في الشام، موجودة في تركيا، موجودة في مصر، موجودة بنسب قليلة جدا. ولكن عندنا في المملكة بيحترفوها القدماء مرة من زمان، يعني الكبار في السن اللي بيشتغلوا على اللي هم في المدينة وفي الشرقية مناطق جدا معينة، وعلى الفخار. صح. لأنه يفرق الفخار عن السيراميك، فرق كبير طبعا. من فين جاتك هذه الفكرة مروج؟ يعني هل الأهل زمان كانوا عندك بيمتهنوا هذا المهنة، ولا أنت شفتي أنه في نقص ما عندنا أصلا هذا الفن فأنت حاولتي أنك تحييه من خلال موهبتك؟ هو يعني أنا درست أول شيء الفنون الإسلامية في جامعة الملك عبد العزيز. ممتاز. وبعدها كملت، كنت بشترك في المعارض على مستوى المملكة، على خارج المملكة. وقتها كنت يعني بشترك في أكثر من الفنون التشكيلية عامة، الرسم كان الخزف من ضمنها. لما شفت إنه يمكن الخزف أكثر شيء مقتنى في المتاحف الخارجية وبينطلب منه كثير وملفت، وفي نفس الوقت فيه له متعة وأنا بشتغل فيه، قررت إنه أتخصص فيه، أعمل تجارب أنا شخصية لنفسي. بس هي كانت في البداية في صعوبات طبعا، لأنه كان أكيد. ما عندنا الأفران، ما عندنا المواد نفسها الخام طبعاً. إحنا بنجيبها من برا. عشان زي كده قررت إنه أنا الشيء اللي أنا كنت أتمنى إنه يكون موجود، أول ما فتحت لي فرصة عملت المشروع هذا الخزف.
حلو. قلتي لي قبل الهوى انه في انواع للفنون الخزف، بس فاهمين قلتي لي هذا نوع وهذا تكنيك وهذا تكنيك للفخار او القطع الجلوسي او القطع المات. وتختلف يعني رغبات الناس دائما. انا بنواجه سؤال واحد، ايش الفرق بين الخزف والسيراميك؟ او الفخار والسيراميك. الخزف والسيراميك هم ان كان بالعربي حنقول له خزف، بالانجليزي سيراميك، هذا رقم واحد. الفخار، تختلف طينة الفخار عن طينة السيراميك. انها الخزف والسيراميك بتكون انقى، ولكن هي في النهاية نفس الخطوات اللي هي بتكون عجينة، وبعد كذا بتنحرق الحريق الاولي، بندخلها افران خاصة بتوصل درجات الحرارة فيها الالف درجة مئوية. بعد كذا حتصير يعني حتنفخر، هذا الخطوة الاولى ليها. يجي الخطوة الثانية اللي هي الالوان. الالوان اما تكون اللي زي انتم شايفينها الان، الجلوسي او الستون وير. احنا بنسميها الايرثن وير والستون وير. فاحنا بنستخدم اكثر من تقنيه على حسب العمل اللي حنخرجه في النهايه. ايرث وير وستون وير. مروج، يمكن ما في منافسه محليه لكم وبشغلكم وبمشروعكم تحديدا، ولكن في منافسه خارجيه، وفي كثير بيشتروا وبيروحوا تحديدا عشان يقتنوا هذه القطع من برا. فكيف بتحاولوا انكم تكونوا في نفس مستوى الخارج، وكيف ممكن توصلوا انكم تصدروا هذه القطع للخارج؟ احنا الان بدينا تقريبا، انا بديت الاستوديو كيراموس من قبل تقريبا سنه ونص. اسمه كيراموس؟ يس، سميته كيراموس لانه في زمان في الاغريق، يعني قبل ما يسموا السيراميك، هم اللي اطلقوا اسم السيراميك، كان اسم مشتق. الكيراموس مشتق من كلمه السيراميك. فسميته كيراموس وسجلناه كعلامة تجارية سعودية. احنا الآن إلى الآن بنستورد الطين نفسه من إيطاليا عشان نخرج شيء بمستوى وجودة عالية، ولكن الآن احنا شغالين مع شركة أرامكو إنه احنا نستخرج طين محلي للخزف مو للفخار. الله يا سلام. يس، بحيث إنه احنا نقدر. صح. احنا ما شاء الله يعني بلد صحراوية وفي عندنا طين أكيد. طبعاً. ولكن هو طبعاً يختلف التركيب الكيميائي لي، فيحتاج استخراج. الآن إحنا الخطوة اللي بنسويها إنه نحاول إنه كل سائح بيجي للبلد دي بنوصل للشركات للوزارات عندنا هنا إنه يقتنوا من القطع دي. فبنركز مرة كتير إنه يكون فيها مثلا التراث السعودي، الطابع حقنا. لأنه إحنا عندنا موروث ما شاء الله تراثي وإسلامي كبير. فيعني بننحصر دائما في المنتجات اللي إحنا بنقدمها في الحاجتين، إما تراثية وإسلامية. وهذا الشيء اللي احنا شغالين فيه الان، والحمد لله يعني انطلب انه احنا نعطي ورش عمل خارج السعوديه. الان يمكن قبل شهر عملنا ورشه في دبي، كانت برضو عن الحفر وعن استخدام النحت وكل دي الاشياء. والان احنا برضو وصلنا لدول الخليج يعني بتصدروا. بنصدر. والله هو شوفي، شركه زي ارامكو اكيد حتحتاج من صالحك انه يكون في منافسين، لانه ايضا ارامكو كمستخرج لهذه المواد يحتاج انه السوق يشتغل عشان يقدر يصدر. ما حيشغل لشخص واحد، يعني بيكون سبلاير لمجموعه من الناس. خلينا نتكلم على الاشياء، في منها فينتج، في حاجات مودرن، في وكل بيتكلم عن ثقافه مختلفه. ايش اكثر الثقافات اللي بتحاولي تلامسيها، او انه الكل عندك سواسيه اولادك زي ما يقولوا؟ شوف، انا فنانه تشكيليه، احب اسلط الضوء على المفهوم اكثر من انه المخرج ايش يكون. يعني احب انه الشخص لما ياخذ القطعه يشوف فيها قصه. ايوه، مو انه بس تكون مجرد قطعه ممكن تتحط على الرف وخلاص كشكل بس جمالي. لا يكون في من وراها قصه. يعني على سبيل المثال، هنا مثلا هذه عملنا فيها كل الفازه اللي انتم شايفينها هنا. فيها مثلا كل المعالم، المملكه السعوديه. ايوه، يعني الانسان الشخص لما يجي يتفرج فيها حيشوف المعالم، حيعرف اشياء جديده. شفتي سالتيني هذه ايش، عرفتي؟ فانا دائما احب اسوي القطع فيها برج المملكه. ايوه، هنا اسوي القطع والتصاميم بحيث انه الشخص برج الساعه قدام، بحيث يسال ايش هذه، كايش ده، واقدر اوصل حاجه من وراها. جميل جدا. وهذه طبعا هذه من اكثر القطع اللي عجبتني. خليني اخذها انكلوز، اسمحي لي بس، انا عارف القطع هذه غاليه عليكم بس لا تخافي شايلها كويس. ابغى اعرف. يس، فرعونيه. يس، هي احنا عندنا في الاستوديو معرض. المعرض بيتكلم عن حضارات، سواء الحضاره في السعوديه، الحضارات القديمه، كان من ضمنها الحضاره الفرعونيه. فتناولنا احنا موضوع الحضارات في القطع الفنيه اللي احنا انتجناها.
أنا ممكن أحس أنكم تواجهوا صعوبة جدا في شيء معين، يعني هذه القطعة بتاخذ وقت جدا طويل، وعشان تخرجوها بهذا الشكل النهائي مع التلوين وأنها تنشف كمان بتاخذ منكم جهد جدا عالي. أكيد. في النهاية هذه القطعة هي خزف أو سيراميك ممكن تتحرك بشكل معين تطيح وتنكسر. انتهى وضعها. ما فكرتوا أنكم تحطوا مثلا فيها مواد مقاومة للكسر عشان تقدروا أنكم تحافظوا على هذه القطعة لفترة أطول ومدة أطول؟ مطاطية أي حاجة. يس. في مواد مقاومة للكسر. يعني إحنا بنحاول قد ما نقدر، اللي سوينا إنه إحنا علينا من جودة الطينة نفسها. يعني إذا طاحت طيحة مرة قوية والإنسان ما اهتم فيها دي تنكسر، الإنسان لو طاح ممكن ينكسر. ولكن إحنا لا، يعني الجودة اللي إحنا بنستخدمها في الطين جودتها عالية، يعني مو إنه لو طاحت ما راح تنكسر. لا أنت ما أحكي لك قديش أنا جالسة وخايفة أحرك أي حركة عشان لا تطيح. التحف الفنية، هذا الموضوع التحف الفنية دائما لما تعرض في المعرض أو في المتحف بيكون لها قواعد، يعني معينة، قواعد معينة بتكون، يعني بنعملها زي ال 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 أشياء ملصقات تحتها. أيوة بتثبت القطعة، فهمتي؟ فما بتكون يعني بدي السهولة. إحنا الآن كمان اللي متوجهين ليه إنه بنعمل للكافي شوبس، نعمل للهنا الكافي شوبس اللي في السعودية بدل ما هم يروحوا ياخدوها من برا عشان يتميزوا هنا صناعة محلية. وصناعة محلية، غير إنه الثيم حقه يعني اللوجو الشعار. واو. التصميم زي ما يبغاه احنا بنعمله بالضبط. والله مروج انا مره مستمتع بكل تفصيل بتقولي، اني عاشق الفنون الحرفيه اليدويه تحديدا. يعطيك العافيه. تسمحي لي ازورك في يوم في المعرض حقكم؟ اكيد شوف لازم، كيف لازم. حقيقه اتمنى ابو اشوف الورشه كيف بتصير، كيف بتسوى، هل اقدر اشوف ذا الشيء؟ ايوه احنا بالعكس لازم، يعني هذا الشيء اللي احنا نبغى نوصل للناس اكثر، نجي نشوفه كيف في رمضان كمان، نجي نبغيتكم في رمضان نشوف كيف ان شاء الله باذن الله. شكرا لك مروج، يعطيكم العافيه، اتمنى لك كل التوفيق، وانبسطت جدا بال احنا انبسطنا فعلا احنا اكثر. برنامج هاشتاج ساعة شباب دائما في متناول أيديكم عشان نعرف يعني على نهاية الموسم، لكن برضو نحتاج تواصلكم دائما أبدا، ما نستغنى عنكم. وأكيد حنشوفكم بكرة في حلقة جديدة. كنت معكم أنا لمياء غالب، أقول لكم في أمان الله. وأنا كنت معكم طراد سندي، كونوا بخير دائما، السلام عليكم.